الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بسيط في الإكسل عن إزاي نعمل إدراج لليوم والتاريخ في الإكسل بحيث يتغير التاريخ يومياً. يعني إيه؟ يعني أنا بنعمل مثلاً تقرير كل يوم، فبدل ما نكتب التاريخ مثلاً على التقرير اللي بنطلعه للموجهين أو غيره كل يوم، لأ أنا نعمله بدلة بسيطة بحيث هو يتغير نفسه مع تاريخ الكمبيوتر أو تاريخ اليوم. نعمل الكلام ده إزاي؟ يعني أنا عندي الملف أهو مكتوب أعلى الملف أهو الأربعاء 23 يناير 2019، بكرة هتلاقي مكتوب الخميس 24 يناير. نعمل الكلام ده إزاي؟ من خلال دلة بسيطة خالص كل اللي هنعمله. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنبدأ في المكان اللي انا عايز نعمل فيه اليوم والتاريخ، نضغط يساوي الاول، وطبعا نكون مغير اللغة انجليزي، ونبدأ نكتب كلمة today. تي او، مجرد ما كتبت تي او بدأت الكلمة تظهر اهي. نبدأ نضغط عليها مرتين، بعد ما نضغط عليها مرتين ظهرت لي في الخلية كده، نبدأ نضغط انتر، ظهر لي التاريخ بالمنظر دي 23/1/2019. والله لو عايز نسيبه تاريخ بالمنظر دي هنسيبه، لكن انا لو عاوز نخليه بنفس المنظر ده والتاني، مثلا مكتوب اليوم اهو الاربعاء 23 ومكتوب يناير 2019 او 23/1/2019، نعمل الكلام ده ازاي؟ هنضغط على عليها يمين على التاريخ ده هو، كليك يمين، وبعدين تنسيق الخلايا، وبعدين مخصص. انا متكلم هنا في الاوفيس 2010 عربي مخصص. طيب نبدأ نعمل ايه بالنسبة لليوم؟ التاريخ بيبقى بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، دي 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 ثلاث مرات، شرطة مايلة دي، شرطة مايلة ام ام، شرطة مايلة واي 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 اربع مرات. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده كده مش مفهوم، هنوضحه اكتر اهو. كليك يمين وتنسيق الخلايا، مخصص. لو التنسيق ده هو موجود اصلا هنا هنختاره في دهوم اهو، في دهوم نختاره. طيب لو مش موجود نعمل ايه؟ في الشريط ده اهو عند كلمه، عند النوع ده اهو، نبدا نكتب ان. طب نخلي بالنا من شيء، لو عاوز رقم اليوم يظهر نكتب دي وحدي اهو. انا هنضغط على كلمه دي من لوحه المفاتيح اهي، نركز هنا، بدا 23 النهارده فعلا 23 اهو. طب كمان دي لسه 23، طيب كمان دي تلتي ظهر الاربع كده. لو عمليه واضحه يبقى انا الدي مره واحده او مرتين يظهر لي رقم اليوم، ثلاث مرات يظهر لي اسم اليوم، وبعدين من لوحه المفاتيح الشرطه الميلي اللي هي عند علامه على من لوحه الارقام. طب نضغط دي تاني لان انا عاوز الاربع ونفس التاريخ بتاع اليوم. دي واحده مره واحده اهي، ظهرت لي كام؟ 23 اهي، ياما واحد، شرطه مايله تاني. يبقى الدي ديت بتاعه اليوم. طيب الشهر ام ايه اللي انا بنكتبه؟ بيبان عندي هنا اهي. طيب انا عاوز الشهر واحد رقم ولا كتابي؟ يعني مثلا كتب شهر يناير، ام وحدي يناير. طب كمان ام برضو يناير زي ما هي. طب ليه؟ لان ممكن يكون شهر 11 شهر 12 حرفين هم، لو ضغطت كمان ام ثلاث حروف ظهرت لي كلمة يناير. يبقى نخلي بال اللي انا بنعمله ظاهر امامهن، وبعدين شرطة ميلتان، وبعدين نبدأ نضغط حرف الواي. يير يعني العام، دي يعني اليوم، ومانس يعني الشهر، واي يعني يير السنة. أهي مرة واحدة، اتنين،
ثلاثة ظهرت لي 2019 أو أربعة، يعني ثلاثة أو أربعة ظهرت لي، يبقى الأربعاء 23 يناير 2019. الموضوع إن شاء الله موضوع بسيط خالص أهو. يبقى الدي خاصة باليوم، الإم خاصة بالشهر، الواي خاصة بالسنة، وبعدين نضغط موافق. إيه اللي حصل هنا؟ كده ظهر الأربعاء 23 يناير 2019. لو أنت كتبت توداي يساوي توداي وإنتر وظهر التاريخ بس وخلاص وسبته أنت حر. المهم كان الفيديو بتاعنا فيديو بسيط للناس المبتدئين عن إزاي نكتب أو نعمل إدراج لليوم والتاريخ في الإكسل، والتاريخ ده متظبط مع تاريخ اليوم اللي هو تاريخ الكمبيوتر، بحيث يتغير كل يوم. نتمنى الموضوع يكون أفاد حضراتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.